إلى باريس، حيث دعا وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى اليوم إلى مواصلة حشد الجهود الدولية لتوفير التعليم الجيد والمنصف والشامل كأحد المتطلبات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وخلال مداخلة له ضمن أعمال المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو، قال العيسى إن ما يشهده العالم من أحداث متواترة ومتغيرات متسارعة بات يتطلب وقفة جادة لإعادة النظر وزيادة الاهتمام في الكثير من القضايا التعليمية، وفي مقدمتها إتاحة فرص التعليم للجميع وتحسين نتائج المساواة بين الجانبين. التعليم بمقر اليونسكو بباريس، تداول الشركاء في حركة التعليم للجميع بشأن الرؤية المشتركة للتعليم ما بعد عام 2015، وتخلل جلسة التباحث كلمة ألقاها وزير التربية والتعليم الدكتور بدر العيسى، أكد خلالها دعم الكويت للأهداف السامية لمنظمة اليونسكو والتزامها بدعم الخطط الرامية لنشر التعليم في كل أرجاء العالم، وخاصة في البلدان المتضررة من النزاعات والحروب. لا يخفي عليكم أن العالم اليوم يشهد أحداث متواترة ومتغيرات متسارعة بفعل موجات النزاع والاضطراب التي تجتاح الكثير من دول العالم، والتي بدت أثارها وتداعياتها تلقي ثقلها علينا جميعا، الأمر الذي يستوجب معه مواصلة حشد الجهود الدولية لتوحيد الرؤى والتوجهات الرامية إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء لتوفير التعليم الجيد من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دوليا. كما أكد الدكتور بدر العيسى التزام بلاده بتوفير التعليم الأساسي الجيد للجميع، أطفالا وشبابا وكبارا، وخاصة للفتيات، لما لهن من دور محوري داخل المجتمع، وهي رؤية شاركته فيها كل من المديرة العامة لليونسكو أرينا بوكوفا ووزيرة التربية والتعليم العالي الفرنسية نجاة فالو بالكسامة. تتمثل أهداف التعليم من الآن وحتى عام 2030 في توفير العدد اللازم من المدرسين في كامل الأقسام، كذلك التركيز القوي على الجانب التقني والتدريبي للمناهج التعليمية، والتركيز على جودة التعليم وتعليم البنات لتعزيز مفاهيم المواطنة العالمية وتوفير الشغل الكريم للجميع. إلى يومنا هذا يوجد 62 مليون فتاة محرومة من حقها في التعليم، يجب أن نفكر فيهم اليوم كما يجب أن نفكر في الفتيات المخطوفات عند جماعة بوكو حرام الإرهابية وفي ملالا الحائزة على جائزة نوبل، كي نستمد القوة اللازمة لضمان حق المرأة في التعلم. وترمي هذه الجلسة في مجملها إلى حشد الدعم الدولي للهدف الأساسي لليونسكو المتمثل في ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030، هدف أشادت به دولة الكويت وأكدت حرصها على بذل كل الجهود اللازمة لبلوغه. التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، ويتعين وضعه في طليعة الخطة العالمية للتنمية للفترة القادمة. هذا هو ما خلصت إليه جلسة التعليم اليوم في مقر اليونسكو في باريس، وهو ما أكدت عليه دولة الكويت كشريك فعلي وحقيقي للمنظمة. لتلفزيون الكويت من باريس، سهام فرج.